في الفيديو ده هنتعلم ازاي نسجل الشاشة وازاي نعمل بعض التعديلات على الفيديو وازاي نصدر الفيديو. تعال نفتح كده مع بعض برنامج كامتاجيا، هنضغط عليه هيفتح معانا القائمة دي. على اليمين هنا دي المشاريع اللي انت فتحتها مؤخرا، تقدر من هنا تضغط نيو بروجكت عشان تعمل مشروع جديد، او نيو ريكوردينج عشان تسجل شاشة، او اوبن بروجكت عشان تفتح مشروع موجود على الجهاز عندك. طبعا بالنسبة لنا هنبدأ تسجيل الشاشة، فهنضغط نيو ريكوردينج، هيفتح معانا القائمة الخاصة بالتسجيل. هنا بتحدد المساحة اللي انت عايز تسجلها، سيلكت اريا، عايز تسجل فول سكرين ولا مساحة معينة طبقا للـ HD او فول HD او ستاندرد، زي ما انت عايز تختار المقاس اللي انت عايزه. طبعا يفضل ان انت تختار الفول HD، وبعد كده في الايديت تختار الجودة اللي انت عايزها. هنا تقدر تحدد انت عايز تسجل الويب كام او لا. طبعا هنا انا بسجل من كمبيوتر فما عنديش ويب كام. وهنا تقدر تسجل الصوت اللي انت عايزه، لو ضغطت هنا هتلاقي في حاجة اسمها ريكورد سيستم اوديو، ده الصوت اللي طالع من الكمبيوتر. ولو انت موصل مايك بالكمبيوتر هيظهر لك هنا، لو عايز تسجل مباشرة على الجهاز تقدر تختار المايك من هنا. انا حاليا دلوقتي بسجل الصوت على الموبايل، مش بسجله مباشرة على الكمبيوتر، فما فيش عندي اي مايك اقدر اختاره. علامة الغلط دي معناها ان مش هيسجل صوت، والغلط دي معناها انه مش هيسجل الويب كام. كده احنا هنسجل الشاشة فقط. هنضغط ريكورد، هيبدأ يعد عد تنازلي 3 2 1، ونبدأ مباشرة في عملية التسجيل. اهلا بيكم مرة تانية. لو انت محملتش برنامج كامتاجيا هتضغط من هنا داونلود فري ترايل، وبعد كده تختار ويندوز داونلود ولا ماك داونلود، هيبتدي يحمل معاك على طول وتسطبه عادي جدا مفيش اي مشاكل. اول ما تخلص التسجيل هتيجي من هنا تضغط على العلامة دي، هيفتح لك نفس الشاشة. هتضغط ستوب، لو انت عايز تعمل ايقاف مؤقت هتضغط بوز، لو انت مش عاجبك التسجيل اللي انت سجلته هتضغط ديليت وتسجل مرة تانية. خلينا نضغط ستوب، هيفتح معانا الفيديو اللي احنا سجلناه مباشرة على برنامج كامتاجيا. هتلاقي الفيديو بتاعك ظهر عندك في 3 اماكن، موجود تحت هنا، وموجود في النص هنا، وموجود هنا كمان. ممتاز. الجزء ده كله اسمه التايم لاين، ده اللي بتقدر تضيف فيه الفيديوهات والصور والانوتيشنز وكل حاجة للفيديو بتاعك. الجزء ده هو الكانفاس او مساحة العمل، بتقدر من خلاله تشوف الفيديو بتاعك شكله عامل ازاي. الجزء اللي على الشمال ده هو قائمة الادوات، هتلاقي عندك هنا الميديا واللايبراري والانوتيشنز والترانزيشن والبيهيفيرز وحاجات تانية كتير. الجزء اللي على اليمين ده هو الخصائص او البروبرتيز بتاعت العنصر اللي انت مختاره. تقدر تشغل الفيديو بتاعك من هنا، تضغط بلاي او تضغط سبيس من الكيبورد، توقف وتشغل. طبعا خدت بالك ان هنا العصاية دي عمالة بتتحرك، العصاية دي اسمها البلاي هيد، تقدر تضغط عليها كده تتحركها في المكان اللي انت عايزه، وزي ما انت واخد بالك الشاشة عمالة بتتغير معاك. ممتاز. لو انت عايز تشيل اي جزء من الفيديو بتضغط هنا على العلامة الخضراء دي وتحدد بالشكل ده. لو نفترض ان انت عايز تشيل الجزء ده هتيجي من هنا من علامة المقص، تضغط عليها او تضغط كنترول اكس من الكيبورد، هتلاقيه مباشرة شال لك الجزء اللي انت عايز تشيله، وعمل لك خط منقط كده عامل زي خط القطع، بيعرفك ان في جزء اتشال من الفيديو. تقدر كمان لو انت عايز تشيل جزء من النهاية تعلم على الفيديو بتاعك كده وتضغط كده وتسحب لحد جوه شوية، لو انت مسحت جزء كبير ببساطة بترجع برضو بالشكل ده، تقدر تمسح الجزء اللي انت عايزه. وبرضو نفس الكلام في البداية، تقدر تصغر كده بحيث يمسح جزء معين. تقدر تضيف العناصر اللي انت عايزها، خلينا نضيف مثلا انوتيشن، هنختار دي كده نسحبها وننزلها في المكان اللي احنا عايزينه. برضو نقدر نضيف ترانزيشنز، هنختار الفيد ونسحبه على المكان اللي احنا عايزينه او العنصر اللي احنا عايزينه، تقدر من هنا تضيفه في النهاية بس او تضيفه في البداية بس او تيجي في النص كده عشان تضيفه في البداية والنهاية. تقدر هنا في الكانفاس تصغر العنصر بتاعك او تكبره او تضغط كده وتحركه في المكان اللي انت عايزه. تقدر من هنا تغير اللون، تختار اللون اللي انت عايزه، كمان من هنا تختار لون الخط،
وتقدر تضغط هنا دبل كليك وتكتب اللي انت عايزه. بعد ما تخلص الفيديو تضغط هنا شير عشان تصدره للمكان اللي انت عايزه، جوجل درايف او يوتيوب او فيميو او تكست ميس فيديو ريفيو، او لو عايز تنزله على الجهاز بتاعك هتضغط لوكال فايل وتختار المكان اللي انت عايزه. بعد ما تخلص ما تنساش تعمل سيف للمشروع بتاعك عن طريق فايل سيف او تضغط كنترول اس من الكيبورد.